هل خطر الجراد لازال قائم أم يعني ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هو إحنا اليوم أيضا نتحدث بخطة استجابة لهذه الآفة الخطيرة حقيقة على قطاعنا الزراعي. يعني واحد متر مكعب من المساحة يعني أخطر من كورونا تقريبا. أنا بتحدث عن القطاع الزراعي وإن شاء الله الله بيبعد عنا الكورونا والجراد إن شاء الله. إحنا بلد مبارك الحمد لله بقيادته وبأرضه وبناسه، وإن شاء الله أنه رب العالمين بيبعد عنا كل هذه الآفات. لكن بدي أتحدث عن يجب أن نكون مستعدين لأي طارئ، وخاصة ما يتعلق فينا في قطاع الزراعة ووزارة الزراعة وما للشيء المناط بنا. الآن واحد متر مكعب من مساحة الجراد يشكل 50 مليون جرادي. هاي 50 مليون جرادي تستطيع أن تتغذى على غذاء 35 ألف إنسان. اليوم الخطة اللي وضعناها بخطة واقعية بفقه واقع. العام الماضي كان لنا تجربة في عام 2019 وغزت أسراب من الجراد قادمة من المملكة العربية السعودية الأردن، وتعاملنا معها في منطقة الجفر، ومن ثم انتقل سرب مباشرة إلى منطقة البرة في جنوب الأردن في الطفيل، وتعاملنا معها بخطة واضحة. كانت الخطة مبنية على استكشاف المسبق، الاستطلاع، التشارك مع كافة أركان الدولي، الجيش، الأمن العام، كل الأجهزة المعنية. معنا الإعلام، كنت معنا يعني أولا بأول، وهذا أمر مهم جدا، مزارعينا وخاصة مزارعين على الحدود، فتعاملنا معها بخطة واضحة، قضينا عليها بثلاث أيام. كانت الفائدة أنه لم نضع وقت أو مساحة من الوقت لهذه الجراد أن تبيض في الأردن، أن نكون مناطق توالد في الأردن، وهذا شيء مهم جدا. اكتشفنا ونظرا لما قدمته الوزارة وكان يعني محط إعجاب الجميع، إحنا الآن بنقود هيئة مكافحة الجراد اللي فيها 16 دولي. ما شاء الله. ووضعنا خطة أيضا ونتعامل معها مع كل الجهات المعنية. هذه الخطة مبنية على أين توجد هذه الأماكن وما السبب في وجودها وكيف بدنا إحنا نحصر خطرها على كافة الدول اللي ممكن تكون في خطورة عليها منها. وجدنا أنه الجراد مكث في الربع الخالي، صحراء الربع الخالي، خاصة في المنطقة بين اليمن والمملكة العربية السعودية تقريبا 9 شهور، فتوالد في 3 أجيال، لأنه هذه الحشرة إذا مكثت 3 أشهر تتضاعف إلى مباشرة 20 ضعف، 3 أشهر أخرى تضاعف إلى 500 ضعف، وأعداد هائلة جدا. اتجه جزء منها وان الخطورة إلى القرن الإفريقي، وبتعرف إحنا بدنا يكون في جدية في عملية المكافحة، لأنه انتشارها مكوثة بيعطي توالد بشكل كبير جدا. صحيح. اليوم في إلنا مندوب من وزارة الزراعة بعثنا إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة والاطلاع على الواقع. اليوم إحنا بنقرأ الخارطة الجوية، نتعامل مع سرعة الرياح، اتجاه الرياح، إن غرفة طوارئ منشئة من قبل شهر نصف، إذا الخطر لا زال قائم. فإحنا بالنسبة لنا الخطر بأي لحظة هذه الحشرة قد تنتقل بسبب توجه الريح، بسرعة الريح، عدم على سبيل المثال المكافحة المطلوبة من بعض الدول خاصة اليمن، التكاسل في مكافحتها والظروف الموجودة لديهم، قد يكون نكون هناك عرضة. الشيء الثاني والمهم أن التغير المناخي أحدث سقوط مطري على أطراف البحر الأحمر ومناطقه، بس يمكن مع ارتفاع درجات الحرارة بنعشها شوي بيعطيها قوة. نعم، خروج هذه الرقعة الخضراء بتساعد في أنه ينتقل، لأنه كانت هذه المناطق ليست من مناطقه. الربيع مغري جدا. نعم، ليست من مناطقه هذه الحشرة. إحنا درسنا الميكانيزم والآلية عملها، هي تعمل ما بعد 16 درجة مئوية.